اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، والنهارده ان شاء الله هنكمل بقيه كلامنا عن السياق التاريخي لهذه الحرب. ومن ضمن السياق التاريخي اللي هنتكلم عنه النهارده ان من سنه 2006 لغايه الوقت الحالي مفيش اي انتخابات وطنيه او انتخابات تشريعيه تمت في فلسطين بمشاركه حركه حماس، وده بسبب ان في مخاوف داخل الكيان الصهيوني ان حركه حماس شعبيتها تزيد وتفوز مره تانية في الانتخابات دي. وضحت استطلاعات الراي لمجموعه من التيارات اليهوديه الموجوده جوه الكيان الصهيوني ان رغم حكم حركه حماس المثير للجدل لقطاع غزه والمثير للجدل تحديدا بين الفلسطينيين، الا انها هي المنظمه العسكريه الوحيده اللي تقدر تاخد 3 دولات من الكيان الصهيوني. وفي نفس الوقت في استطلاع راي تم في مارس 2023 بين الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، واستطلاع الرأي ده وضح ان في اغلبية ساحقة واجماع على الرأي بين الفلسطينيين على استخدام الكفاح المسلح والانتفاض ضد الكيان الصهيوني. ودلوقتي هيبدأ كلامنا في الجزء الثاني من حلقة النهاردة، وهو المشهد السياسي الخاص بالكيان الصهيوني. ولما يبدأ كلامنا في المشهد السياسي بيعتبر نتنياهو هو اكتر رئيس وزراء حكم دولة اسرائيل بمعدل 6 مرات، وهو رقم قياسي واطول فترة حكم لرئيس وزراء جوه الكيان الصهيوني. واول مرة اصبح فيها نتنياهو رئيس وزراء لدولة اسرائيل كان سنة 1996، وده بعد الانتخابات التشريعية اللي تمت جوه الكيان الصهيوني. وفي سنة 1999 خسر نتنياهو في انتخابات رئاسة الوزراء، بس بعد 10 سنين سنة 2009 وافق الكنيست الاسرائيلي ان هو يعيد انتخابه او تعيينه مرة تانية رئيس الوزراء، واعيد انتخابه في اعوام سنة 2013 و2015 و2019 و2020. وفي سنة 2021 اتكونت حكومة ائتلافية جوه الكيان الصهيوني، بس الحكومة دي حلت بعد ما تم انتخاب نتنياهو مرة تانية سنة 2022 وفاز في انتخابات 22 وتعين مرة تانية رئيسا للوزراء. وبعد فوز نتنياهو سنة 2022 كون حكومة يمينية متطرفة، والحكومة دي بدأت تزود المستوطنات اللي تبني في الضفة الغربية اللي بتحتلها اسرائيل عن السنين اللي كانت قبل كده. وفي سنة 2023 تولى نتنياهو رئاسة اكثر حكومة متطرفة في تاريخ الكيان الصهيوني، وطبعا ده سبب فوضى عارمة سياسية جوه الكيان، وطبعا ده ادى لاحتجاجات عارمة جوه ارجاء الكيان بالكامل، وده طبعا كان نتيجة الاصلاحات القضائية الكبرى اللي كان بيقوم بيها رئيس الوزراء. وبسبب الاحتجاجات اللي حصلت جوه الكيان الصهيوني في استطلاع رأي اتعمل في المركز القومي للديمقراطية الإسرائيلية في فبراير 2023 وقائد الإصلاحات دي عدد قليل جدا من الإسرائيليين، ورغم ان استطلاع الرأي وضح رفض أغلبية كبيرة جدا من الإسرائيليين للقرارات دي، بس في يوليو 2023 صدر قرار من الحكومة الإسرائيلية بعدم قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على مراجعة قرارات الحكومة أو تصرفاتها على أساس المعقولية. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلامي معاكم عن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية اللي بتتم في 2023، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.